والآن إلى أبرز ما جاء في بعض الصحف، ونبدأ من صحيفة الأخبار حيث عنونت: لماذا ألغى ميقات زيارته لواشنطن؟ نهاية أذار الماضي شارك الرئيس نجيب ميقاتي في منتدى الدوحة الذي جمع قيادات عالمية في السياسة والاقتصاد، وعقد سلسلة اجتماعات أحدها مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولية. خلال اللقاء تلقى ميقاتي دعوة من المسؤولة الدولية للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجالس محافظي مجموعة البنك الدولي التي بدأت أول من أمس وتستمر حتى 24 من الجاري. ولدى عودته إلى بيروت أبلغ ميقاتي العاملين معه نيته السفر إلى واشنطن، وبدأ اتصالات لترتيب لقاءات سياسية له في العاصمة الأمريكية. بحسب المعطيات جرى الحديث عن اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل أن يطلب رئيس الحكومة زيارة البيت الأبيض لمقابلة نائبة الرئيس كاميلا هاريس ومستشار الأمن القومي جون سوليفان، مع احتمال أن يدخل الرئيس جو بايدن إلى غرفة الاجتماع لعقد لقاء سريع مع ميقاتي كما فعل رؤساء أمريكيون في حالات كثيرة. في الوقت نفسه عمل ميقاتي على تشكيل الوفد الذي سيرافقه ويضم نائبه طبعا سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامي، إلا أنه لم ينجح في الاستحصال على قرار برفع حظر السفر الذي فرضته النائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على سلامي. انتظر رئيس الحكومة الأجوبة الأمريكية ليتبلغ في وقت متأخر أن بلينكن لن يكون في العاصمة الأمريكية في هذا الوقت، فيما أشار مصدر دبلوماسي عربي إلى رسالة اعتذار أمريكية عن عدم قدرة أي من المسؤولين الأمريكيين على لقاء ميقاتي بسبب الانشغالات، غير أن المصدر نفسه تحدث عن أسباب أخرى للرفض ترتبط بغضب أمريكي على سياسات متبعة في لبنان لا تلبي متطلبات التوافق مع المجتمع الدولي. وعليه لا تجد واشنطن نفسها معنية برسم سياسة خاصة بلبنان الآن، وخصوصا عشية الانتخابات النيابية. وأوضح المصدر أن الانزعاج الأمريكي من الحكومة اللبنانية مرده عدم قدرتها على الالتزام بأي نوع من الإصلاحات، لكن اللافت أكثر هو إشارة المصدر العربي إلى انزعاج أمريكي من عدم إقفال الحكومة اللبنانية ملف الملاحقات بحق حاكم مصرف لبنان. التعبير عن الانزعاج الأمريكي لا يقف عند حدود رفض استقبال ميقاتي، بل يتعداه إلى إفشال أي محاولة لتخفيف الضائقة التي تخنق اللبنانيين. فرغم ما تشيعه السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شي عن مساعي بلادها لتحقيق الاستقرار في لبنان ومساعدته على تجاوز أزمته الاقتصادية والترويج عن قرب إقرار صفقات جر الغاز المصري واستجار الكهرباء الأردنية، علمت الأخبار أن قرارا سياسيا مفاجئا صدر عن البنك الدولي قبل أيام من شأنه تعطيل الصفقة كلها. وكان فياض قد زار القاهرة قبل أيام وأنجز الترتيبات النهائية للاتفاق مع الجانب المصري على استجار نحو 650 مليون متر مكعب من الغاز عبر الأراضي السورية، ونجح في تجاوز عقبات في النصوص ما يسهل على الجانب المصري الموافقة من دون تحفظات. ولكن علمت الأخبار أن فريقا قانونيا أعد تصورا للاتفاق يبدد الهواجس التقنية والقانونية ذات البعد السياسي بما يسمح للجميع بالسير بالاتفاق سريعا، وقد أنجزت الأوراق في الوقت المطلوب قبل أن يصدر قرار البنك الدولي الذي أكدت مصادر معنية أنه سياسي ويهدف إلى منع أي طرف لبناني من استثمار الاتفاق في الصراع السياسي الداخلي، إذ لا يريد الأمريكيون أن يدعي التيار الوطني الحر أنه وفر الطاقة الكهربائية للبنان قبل الانتخابات، كما أن جهات أمريكية ترفض أن تستفيد سوريا من الاتفاق بما يساعدها على معالجة أزمتها الكهربائية أو أن تستفيد من عائدات الاتفاق. والآن إلى الشرق الأوسط، وماذا كتب محمد شقير؟ باسيل يقاتل في الانتخابات بعضلات حزب الله. باسيل يستقوي في مواصلته لحملاته على الرئيس بري بعضلات حزب الله، وهو يحاول توظيفها في الشارع المسيحي، لعله كما يقول مصدر سياسي للشرق الأوسط يستعيد جمهوره في الشارع المسيحي بعد أن أخذ يتراجع ليتمكن من إعادة تعويم نفسه، برغم أنه يدرك أنه يسعى للتعويض عن خسارته لعدد من المقاعد النيابية بضمان فوز تياره السياسي بمقاعد رديفة في الدوائر الانتخابية ذات الثقل الشيعي، فيما لثنائية حزب الله وفيها طبعا لثنائية حزب الله وحركة أمل. كما أن باسيل يجيز لنفسه كما يقول المصدر السياسي ما لا يجيزه لغيره باعتماده على صوت الناخب الشيعي في دوائر بعلبك الهرمل زحل البقاع الغربي رشية بيروت الثانية، وصولا إلى بعبدة المتن الجنوبي لردم الهوة الانتخابية التي يمكن أن يتضرر منها
تمرد الحرس القديم في التيار الوطني على باسيل واستعداده لخوض المعركة الانتخابية على لوائح بعضها يتشكل من القوى الثورية والتغييرية. يؤكد المصدر أن رد المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل على رئيس الجمهورية الذي اتهم الثنائي الشعبي بتعطيل جلسات مجلس الوزراء وبعرقلة التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت يبقى تحت سقف احتفاظه بربط النزاع مع عون وفريقه السياسي لتقطيع الفترة الزمنية الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية أي في 15 مايو المقبل وبعد إنجاز هذا الاستحقاق لكل حادث حديث. ويرى المصدر السياسي أن حركة أمل وافقت بشق النفس على تحالفها مع التيار الوطني مراعاة منها لرغبة حليفها حزب الله. ويضيف المصدر أن باسيل وهو يخوض الانتخابات في عدد من الدوائر يراهن على الصوت الشيعي في الدوائر المحكومة بمنافسة انتخابية محصورة بالمرشحين المسيحيين. إن لبنان وإن كان يقف حاليا أمام مرحلة انتقالية استعدادا للانتقال إلى مرحلة ما بعد إنجاز الاستحقاق الانتخابي وعلى جدول أعمالها تشكيل حكومة جديدة يليها انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفا لعون، فإن باسيل يذهب بعيدا في وضع حزب الله أمام خيارين، إما الرضوخ لابتزازه للاستجابة لمطالبه أو البحث عن بديل مسيحي ليس في متناول اليد ما دام أن القوى المسيحية الأخرى تتموضع على الضفة السياسية المناوئة للحزب وتصر على موقفها الرافض لسلاحه الذي يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة على كامل أراضيها، كما طبعا يقول المصدر السياسي، لأن من دونها لا يمكن تحقيق الإصلاحات من جهة وضبط الحدود اللبنانية لمنع التهريب من جهة ثانية. وإلى عنوان آخر في الشرق الأوسط، تحذيرات مستجدة من الإطاحة بقانون استقلالية القضاء. إذن ماذا كتبت كارولين عكوم؟ يتخوف معنيون بالملف القضائي من التوجه للإطاحة بقانون استقلالية القضاء بعدما فشل البرلمان اللبناني في إقراره في الجلسة التشريعية في شهر فبراير الماضي إثر طلب وزير العدل أنري خوري استعادته لدراسته ووضع الملاحظات عليه. وحذر النائب في اللقاء الديمقراطي بلال عبد الله عبر حسابه على تويتر من أن قانون استقلالية القضاء الذي أنجزته لجنة الإدارة والعدل بالتعاون مع وزارة العدل وقضاتها ومجلس القضاء الأعلى ونقابتي المحامين تم سحبه من الهيئة العامة لمجلس النواب وطلب مهلة شهر لإعادة الدراسة. انقضى الشهر والمشروع ذهب ولم يعد. ربما يزعج الكثيرين إصرارنا على الاستقلالية الكاملة. طبعا مشاهدينا نبقى في مستجدات قانون استقلالية القضاء في لبنان، أناقش هذا الموضوع مع الخبير الدستوري ورئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية بول مرقص. صباح الخير استاذ بول. صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. بدي أذكر استاذ بول المشاهدين أنه يتضمن مشروع قانون استقلالية القضاء ثلاث بنود، واللي هن تشكيل مجلس القضاء الأعلى، ثاني شيء حصر إصدار التشكيلة القضائية بهذا المجلس، وثالثا حصر تعيين القضاة بالمباراة التي يجريها مجلس القضاء. بالبداية استاذ بول، أين تكمن المشكلة؟ هل المشكلة حقا في السلطة السياسية التي لا تدعم استقلالية القضاء، أم المشكلة في القضاة، أم المشكلة في الصيغة الحالية المطروحة؟ المشكلة الأساسية أنه ما عندها مصلحة السلطة السياسية باستقلال السلطة القضائية. باختصار، رغم هالاستقلالية مكرسة بالمادة 20 من الدستور، ورغم أنه صار عندنا نص تقريبا مقبول، لأنه بالأساس كان بده كتير شغل، ويمكن هيدا اللي عطى حجة للنواب ربما يطولوا هالقد، يعني كم سنة أخذت حتى يوصل إلى المرحلة ما قبل الأخيرة. يعني عم نحكي نحن كان بلجنة الإدارة والعدل، بعدين لجنة فرعية، رجعت هلأ على لجنة الإدارة والعدل، من ثم سحبوا وزير العدل. قبل ما كان يروح كان لازم يروح على الهيئة العامة لمجلس النواب. فلنرجع نقول أنه هالمجلس النيابي ما عنده مصلحة، لأنه مكون من أفرقاء سياسيين، يعني على الأقل بمعظمهم يتدخلون في أعمال القضاء. وكثير مرات بتشوف نواب بالعدلية، يعني النائب في لبنان مفهوم عمله هو خدماتي أكثر ما هو تشريعي ورقابي ومالي. فلا أستغرب أنه ما في مصلحة أنه هن تلقائيا يشجعوا على إعطاء السلطة القضائية استقلالها، رغم أنه هن بيقوموا بأعمال من حيث الصياغة وإعادة الصياغة والملاحظات
لكن هذا الأمر لا يفضي لا يسفر إلى نتيجة كما حصل فعلا بالأيام والأسابيع القليلة الماضية اللي بينت أنه النواب على الأقل برجع أقول بمعظمهم لمن عمي منظم ما عندهم هذه المصلحة، لأنه في تناقض أو تضارب بالمصالح بهمهم يضلوا يتدخلوا بأعمال القضاء، وهذا شيء طبيعي. يعني هذا الشيء لا يقتصر على لبنان، ربما في حدية بلبنان، إنما بطبيعته رجل السياسي بحب يأثر على كل شيء بالبلد ويرضي زبائنه. نعم. من الجامعات اللي بيتبعوا واللي بيريد إنه هو يحل لهم مشاكلهم بالإدارة وبالأمن وبالقضاء. نعم، ذكرت استاذ بول وزير العدل، هل رأي وزير العدل ملزم ولا يمكن للبرلمان أنه يتجاوزه؟ لا، رأيه ما أنه ملزم أبدا، لا ملزم من حيث أنه أراد السحب ودراسة الاقتراح النيابي. نعم. ولا ملزم من حيث أي ملاحظات يبديها إلى المجلس النيابي الحالتين. يعني كان في المجلس النيابي أساسا ما يمنحه هذه الفرصة أنه يرجع يعيد دراسة النص إذا أراد، طبعا يعني إذا أرادوا النواب باللجنة، وحتى لو أبدأ ملاحظات فيهم ما ياخذوا فيها إن كان هن أو بعدين على مستوى الهيئة العامة لمجلس النواب، يعني كل النواب اللي آخر شيء بيجتمعوا من أجل إقرار القانون. هلأ دائما كمان في حجة تانية عطلت أو أخرت هالنص، أنه بالأساس ما كان في دور أساسي وريادي لوزارة العدل بوقت هيدا النص بيعني القضاء. أنا كنت أسمع من وزراء عدل سابقين حتى أنه هيدا النص اللي عمال يدرس نحن بالأساس ما انطلق من عنا ولا مرق من عنا، يعني بالكاد عم نكون حاضرين اللجان النيابية لإبداء أي ملاحظة. فهيدا كمان برر لوزير العدل أنه يسحبه للدراسة ربما، لكن أي تبرير بالنهاية لا يستقيم ولا يقوم إذا النواب أرادوا التعجيل في إقرار قانون استقلال السلطة القضائية. على الأقل فيهم بالمرحلة الانتقالية هاي أنهم هن يعدلوا المادة 5 بس من قانون القضاء العدلي، ويخلوا القضاء هو نفسه يشكل القضاة إذا تأخرت أو تمنعت السلطة السياسية عن الاستجابة لمشروع التشكيلات القضائية. بدأ تعديل بسيط بس بمادة وحيدة، إذا أرادوا هن على الأقل مؤقتا فعلا هن يقروا مش يمنحوا يقروا باستقلال القضاء. الأمر الثاني اللي بدي أقوله على مستوى القضاء هالمرة، القضاء كمان في ما ينتظر ولازم ما ينتظرون، في هو يوضع شرعة أو مدونة سلوك مفصلة هذه المرة ويفعلها، بيتعهدوا فيها القضاة بكثير من الموجبات، وهن بيسيسروا أمورهم بالداخل إلى حين إقرار القانون قانون استقلال سلطة القضاء. وهذه الإجراءات فيهم يعملوها، بعطي مثل وحيد عنا لما طول، فيهم أعضاء مجلس القضاء وقضاة التمييز والقضاة من درجات متقدمة ورفيعة وربما كل القضاة أنهم يتعهدوا، مثلا عم بحكي بس بند واحد من هيك شرعة أو مدونة سلوك، يتعهدوا عدم تبوء أي منصب إداري أو سياسي في الدولة اللبنانية ما بعد خروجهم من القضاء. هذا الشيء بيوقف الترامبلان، يعني التوسل اللي ممكن يقدم عليه أي قاضي لا سمح الله في سبيل مراعاة مصالح السياسيين لحتى يساعدوه على تبوء أي مركز، وهيدا بالوقت عينه بيعمل مناعة ذاتية للقضاة ما يردوا على السياسيين وما تفرق معهم، لأن نعم. هم منهم طالبين شيء من السياسيين. نعم استاذ بول، سؤال أخير، هل برأيك سيرحل موضوع البحث في هذا القانون قانون استقلالية القضاء إلى البرلمان الجديد؟ بعتقد هالشيء أكيد. أكيد. نعم. أنا ما تنسى يعني عم يفصلنا أيام قليلة، ما رح بقى أقول لك أسابيع قليلة عن الانتخابات النيابية. نعم، أنا بدي أتشكرك جزيلا الخبير الدستوري ورئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية بول مرقس لكل المعلومات اللي أفدتها.